وأعظم العبادات في مثل هذه الأيام التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالنص الشرعي هي ذكر الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله، يعني الله عظمها هذه الأيام، يجب أن نعظم ما عظم الله، ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن، يعني حثنا على أفضل ما ينبغي أن نعمله في مثل هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان أبو هريرة وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهما يترجمان لنا مع السلف رحمهم الله، يترجمون لنا ما معنى التكبير والتحميد، فكانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يرفعون بها أصواتهم في الأسواق وفي المجتمعات وفي غير ذلك. والمسلم تاجر ماهر، أيامه قليلة، وأعمار أمتي ما بين 60 و70، وموقف بين يدي الله عز وجل 1000 سنة مما تعدون، فيجب علينا أن نقدم وأن نغتنم الأربح والأوفر. وهذا هو التاجر الماهر، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، السوق قائم، السلعة معروضة، والأعمال موجودة، ويجب على التاجر فينا الماهر أن يختار الوقت المناسب والعمل الأصلح حتى ينال من الحظ الأوفر، ولا يأتيه غبن كما هو حال كثير من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة.